نزول الثلوج بالمرتفعات خلال فصل الشتاء لا يساهم فقط في إغناء الفرشة المائية وإنعاش السياحة الجبلية، بل يساهم أيضا في خلق رواج تجاري مرتبط بمهن موسمية. بجبل هبري ينشط شباب المنطقة كراء مستلزمات التزلج، ما يمكنهم من دخل مادي لا يكلف جيوب الزوار كثيرا. ريبورتاج خديجة زروال وأحمد الفضلي. الزائر لمدينة إفران والذي يرغب في ممارسة رياضة التزحلق على الجليد غير ملزم بجلب معه معدات التزحلق، فكل لوازم هذه الرياضة موجودة وفي متناول هؤلاء الزائرين. كنجيو في هذا الويكند هذا لهنا المنطقة ديال هبري اللي تسقط فيها الثلج يعني بكثافة. هنا كان لقاو كل شيء متوفر، كنشكروا هاد الناس هادو اللي كيوفروا لنا يعني لي لوج، كنلقاو العودان، كنركبوا الوليدات كيفرحوا. جينا انا العام ديالي هاد الويكاند، في هاد الويكاند نشوفوا هاد المناظر وصراحه عجبنا هادشي بزاف. كنا كنعاولني غير ندور، ما جيناش واعلين نتلجوا هنايا ونزلقوا، ما لقينا هاد الناس موجودين لنا الماتيريال كامل اللي هنايا اللي نحتاجوا. فمع تساقط الثلوج تنشط تجارة هذه المعدات، حيث يتم كراؤها بأثمنة مناسبة للراغبين في ممارسة هذه الرياضة. كنخدموا على هذا الشيء ديال السكي، كنوجدوا جميع الماتيريال هنايا كما كتشوفوا لي لوج لي سكي لي بوط، والأثمنة مناسبة لجميع الفئات اللي كتزورنا هنايا. وحتى هنا هذه هي الفرصة فين كناكلوا طرف د الخبز في هذا الوقيته هذه. الماتيريال اللي تناخذوا من عندهم بواحد الثمن رمزي وبسيط بزاف، ما بصراحه ماشي ديال هاد ليسكي ولا هاد التزلج اللي تيكون، لان الماتيريال تيتكرفس، ولكن واخا هكاك هما ديما فرحانين يكريو لنا داك الشيء بثمن مناسب. توفير معدات التزحلق على الجليد هو عامل إضافي لتشجيع السياحة بمنطقة إفران خلال هذه الفترة، وأيضا ضمان لمدخول إضافي للمشرفين على كراء هذه المعدات.